هي متضرره واصحابها اكو من قسم من عندهم، عندهم امكانيات ان يعمر بس ينتظر التعويض، يقول لك انا اذا ما يجيني التعويض ما اعمر. زين هو رجلهم حقه، هو شنو ذنبه؟ زين فالدوله لازم تعوض الناس المتضرره، ومن حق انه اكو ناس فقره ما عندها، ومن حق الدوله ان تعوضهم. الانسان المواطن الفقير عينه على الله على الحكومه، فالحكومه هملت هاي الناس الطبقه المسحوقه. زين ويعني ما اعرف شو اقول لك بعد، المفروض تدخل للقديمه وتطمش. زين خلف الله على هاي المنظمات اللي بدها تعمر هاي البيوت وبدها تمشي حال الناس الفقراء. زين شنو دور الحكومه؟ الله يخليك انطيني ما شنو نعوضت هاي يعني استلم الصك مالي وروح انت ربك، ما يصير. تعال اخي انطي انطي تعود تقول له امسك انطي 5 ملايين ناس يعمر لك غرفه يقعد بيها. ناس فقره ما عندها، ناس اللي كانت تعبانه طلعنا احنا من القديمه اهل كانين. زين بيوتنا سياراتنا، انا من الناس زوجتي الله يرحمها سيارتي وبيتي وانا منطقه الشفاء. زين يعني قمت رتبته للبيت شلون ما كان وبعته. زين لا استلم التعويض مال زوجتي ولا استلم التعويض مال بيتي ولا مال السياره. ما يرجعون الا ما يعوضهم الدوله، والدوله ما تعوض وما يقبل يعمر ابو الملك ويرجع العالم على مكاناتهم. 4 5 سنين ما ترجع هذه. ماكو دعم من الدوله للعالم، ماكو، ما حد يدعمهم. كلف وابو الملك ما يقبل الا ما ياخذ تعويض. هاني عندي دكاكين هنا ما يعمرون، هذه قاع صايره. ماكو تعويض غير الدوله تنطي تعويض. اذا ماكو تعويض مين يجيب ابو الملك؟ طبعا يجون، اشو ما يجون؟ لا يمنع ينتعش، ما شاء الله مجاري وكهرب وماي كل شيء اكو شوارع. لا والله لا والله العالم تشوفه، العالم بالايسر خاف تجي على ايمن تشوف تشوف الخراب وما تقبل تجي. طالب الدولة تدعم المواطن تجيب تنطيه تعويض. منطقة كملت الشوارع مالها ناس تجي ترجع، وجماعة العمارات ما يعمرون ومنتظرين تعويض، واهل التعويض ما ينطون، الحكومة ما تنطيه، وهذا الحال. إلى متى؟ إلى متى يبقى البعير على التلي؟ قال لي أنت إلى متى؟ بيدك شيء أنت؟ ولا أنا بيدي شيء. الشغلة بيد الحكومة والحكومة ما تطعي. كلم هدم المنطقة هاي من هنا من يم النفق وأنت صاعد ليام المستشفى. من أحسن المناطق في البلد كانت بحركتها وفاروق الساعة كلها انهجمت وعافوها هذه سنين. يعني اذونا اكثر من الاول. نحن نطالب انه الدوله تلفت نظرها لهالناس هذه ولهالبشر ولهالعمارات، تنطي تدعم الناس، يصير حركه تعيش العالم.